عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة المناهل الدولية ودرس جديد من دروسي مادة الرياضيات لطلاب الصف السادس، ودرس اليوم بعنوان مساحة الدائرة. سنتعرف في هذا الدرس على معنى المساحة وحساب مساحة الدائرة وحساب مساحة دائرة علم محيطها، ونبدأ مع مساحة الدائرة عفوا مع معنى المساحة. إذا لو أخذنا هذا الخط وقمنا بالدهان ابتداء منه بفرشاة دهان بهذا الشكل وسحبناها إلى هنا، ماذا سنحصل؟ على أي شكل؟ على مستطيل بداخله ماذا؟ هذا اللون الأزرق الذي هو الدهان. إذا حصلنا على هذا المستطيل عبر مسح فرشاة بهذا الاتجاه بهذا العرض وبهذا الطول، إذا حصلنا على مستطيل له مساحة، إذا له مساحة أو منطقة هنا موجودة. وحدة المساحة التي حصلنا عليها بماذا تقاس؟ إذا كأنه هنا مقسم إلى مربعات صغيرة، فعندما يكتب ما هي مثلا ما هي مساحة هذا المستطيل، أي كم مربع طوله مساحته 1 متر مربع موجود بداخل هذا المستطيل، من أين أتت المتر المربع؟ هذا العرض لو كانت واحدته المتر وكانت واحدة هذا الطول هي المتر، إذا كيف ستكون ما هي كيف سأحسب مساحة هذا المستطيل؟ سأحسبه بضرب الطول بالعرض، مثلما ضربت الطول بالعرض كأعداد سأضرب الطول بالعرض كواحدات، واحدات الطول وواحدة العرض، متر ضرب متر سيصبح متر مربع كما أخذنا في درس القوى، أي عدد ضرب نفسه يكون هذا العدد بالتربيع. إذن وحدة المساحة هي الوحدة المربعة. نرمز لهذه الوحدة، كيف نرى نرمزها؟ نرمز الوحدة التي أتعامل معها بالتربيع، كيف ذلك؟ مثلا الأبعاد لو كنا نأخذ شكلا أبعاده بالسنتيمتر ستكون مساحته بالسنتيمتر المربع، لو كانت أبعاد الشكل بالمتر ستكون مساحته بالمتر المربع، لو كانت الأبعاد بالكيلومتر ستكون المساحة بالكيلومتر المربع. إذن هذه هي واحدة المساحة. مساحة الدائرة بشكل خاص، كيف سأحسب مساحة الدائرة وأستنتج قانونها؟ لو أخذنا هذه الدائرة وقسمناها إلى 8 أقسام برسم هذه الأربعة أقطار، هذه المساحة الموجودة داخلا سأضعها بهذا الشكل، إذا أفرغنا هذه الدائرة من المساحة ووضعناها بهذا الشكل. نلاحظ أن تقريبا هذه الأشكال تشبه المثلثات لكن لا تعبر إذا عن المساحة بشكل دقيق، سنقسمها إلى عدد أكبر من الأقسام سنحصل على دقة أكثر من هذه الدقة لكن ليست بالشكل المطلوب. إذا لو قسمنا هذه الدائرة إلى عدد أكبر من الأقسام ووضعناها بهذا الشكل حصلنا على هذا أدق من هذا الشكل لكنه غير كافي، هذه المثلثة حساب هذا المساحة غير كافي. سنقسم هذه الدائرة إلى عدد لا متناهي من القطع الصغيرة جدا عبر استخدام عدد لا متناهي من الأقطار ووضعناها بهذا الشكل لأصبحت المساحة التي داخل هذه الدائرة بهذا الشكل. إذن مساحة الدائرة ستساوي مساحة هذا المستطيل، لكن هذا المستطيل كيف سأحسب مساحته؟ ما هو طوله؟ ما هو عرضه؟ إذن نبدأ مع العرض، من أين سأأتي بالعرض؟ العرض هو ذاته نصف القطر الذي نسميه نون قاف أو آر، إذن هذا هو العرض. الطول ما هو الطول؟ الطول هو من هنا إلى هنا، إذن هذا هو الطول، إذن هذا الطول يكون هذا الطول هو نصف محيط الدائرة. نتذكر معا قانون محيط الدائرة، القطر ضرب باي، فيكون نصف المحيط هو إذن نصف القطر ضرب باي، إذن هذا هو نصف المحيط. نعود إلى المساحة، مساحة هذا المستطيل الذي باللون الأسود هي الطول ضرب العرض،
إذن مساحة الدائرة هي ذاتها مساحة هذا المستطيل، فتكون مساحة أي دائرة هي هذا الطول ضرب العرض، وتكون باي ضرب آر ضرب آر، وهذا هو قانون محيط، عفوا قانون مساحة الدائرة. مثال: بركة سباحة دائرية طول قطرها 10 أمتار، نريد تبليطها، احسب مساحة البلاط اللازم. إذن المطلوب المساحة، أي مساحة البلاط الذي داخل شكل الدائرة وليس الذي على محيطها. إذن المطلوب حساب مساحة الدائرة. أعطينا طول القطر، لكن قانون المساحة لا يحسب إلا باستخدام نصف القطر حصرا. إذن يجب علينا حساب نصف القطر. أولا، إذن نصف القطر سيكون 5 أمتار. الآن نأتي إلى قانون المساحة. المساحة تساوي باي ضرب آر ضرب آر. إذن هذا قانون المساحة. الباي ماذا سأكتبه؟ هل 3.14 أم 22/7؟ سننظر إلى نصف القطر. نصف القطر 5، هل هو من مضاعفات 7؟ كلا، ليس من مضاعفات 7. إذن من الأفضل حسابيا أن نكتب 3.14 هي الباي ضرب 5، هو نصف القطر ضرب 5. إذن الضرب عملية تجميعية، سأضرب 25 ضرب 3.14، وكنا قد أخذنا هذا الضرب في درس ضرب الأعداد العشرية. نضربها ثم نضع الفاصلة بعد منزلتين. الواحدة لا تنسى، إذن هي الواحدة للتربيع المتر المربع. إذن مساحة هذه البركة 78 بلاطة مربعة ونصف هذه البلاطة المربعة. مثال آخر: احسب مساحة الدائرة المرسومة داخل مربع طول ضلعه 42 مترا. إذن هذه الدائرة لم نعطى أي معلومة عنها إذن مباشرة، يعني نصف قطرها لم نعطى عنه شيئا ولا حتى قطرها، لكن أعطينا شيئا يوصلنا إلى حساب نصف قطر هذه الدائرة. ما هو؟ نلاحظ هذا الضلع AB، ما طول ضلعه؟ 42. إذن طول AB 42. AB هو نفسه، إذا رسمنا هنا موازي، هو نفسه نصف القطر. إذن نصف القطر هو 42، معنى أي نصف قطر الدائرة هو أي هو نصف ضلع المربع. إذا نصف القطر هو نصف ضلع المربع، أي 21 مترا. نأتي إلى قانون المساحة. المساحة باي ضرب آر ضرب آر. الباي سنأخذها 22/7. ما السبب؟ لأن نصف القطر من مضاعفات 7 بسهولة الحساب. 22/7 ضرب 21 ضرب 21 لكي نختصر بسهولة، الذي ليس له مقام، مقامه 1. إذن سنختصر 21/7 3، و7/7 1. أصبحت لدينا 22 ضرب 3 66. 66 إذا ضربناها ب21 سينتج 1386 والواحدة المتر المربع. المثال الثالث: لدينا هذا الشكل، احسب مساحة الدائرة. إذن هذه الدائرة التي نركبها O، لم نعطى أي معلومة عنها، لكننا أعطينا معلومات عن المستطيل المرسوم بداخلها، وكتب أن طول قطره 20. إذن قطر الدائرة هو ذاته قطر المستطيل كما نلاحظ، إذن لأنه يصل بين نقطتين من محيط الدائرة ويمر من المركز. إذن طول قطر الدائرة هو 20. لا نحتاج القطر في قانون المساحة. ماذا سنحتاج؟ نصف القطر الذي طوله 10 أمتار. المساحة قانونها من الهام جدا أن نكتب القانون باي ضرب آر ضرب آر. إذن الباي ماذا سأكتبها؟ 22/7 أم 3.14؟ ننظر إلى نصف القطر، هل هو من مضاعفات 7؟ كلا،
إذن من الأفضل حسابيا أن نكتب 3.14 ضرب 10 ضرب 10. إذن هنا عدد 20 مضروب بالعشرة، إذن 10 ضرب 10 100، فيها صفران، سيزيحان الفاصلة مرتبة نحو اليمين، ستخرج نهائيا من العدد العشري ويكون الناتج 314، ولا ننسى الواحدة المتر المربع. المثال الرابع، حديقة منزل دائرية نصف قطرها 7 أمتار. هذه الحديقة نصف قطرها 7 أمتار، المطلوب حساب مساحة الغطاء العشبي اللازم لتغطيتها. إذن مساحة يعني ما داخل هذه الدائرة، سنضع غطاء عشبي، إذن مطلوب المساحة. ماذا أعطينا؟ نصف القطر. إذن نبدأ بكتابة قانون المساحة، المساحة تساوي باي ضرب آر ضرب آر، هذا القانون. كيف؟ ماذا؟ سأكتب قيمة الباي. إذن نذهب إلى نصف القطر، هو من مضاعفات 7، إذن سأأخذ الباي 22 على 7، نصف القطر 7، نصف القطر 7، الذي ليس له مقام، مقامه 1، لكي نختصر، إذن 7 ستختصر مع 7، سيبقى هنا 1 وهنا 1، بقي 22 ضرب 7 يكون 154، ولا ننسى الواحدة المتر، أم المتر مربع؟ إذن المساحات دوما الوحدات المربعة، المتر المربع. المثال الخامس، دائرة نصف قطرها 1.3 كيلومتر، احسب مساحتها. إذن أعطينا نصف القطر، إذن نبدأ مع قانون المساحة، باي ضرب آر ضرب آر، نصف القطر إيه؟ إذن المساحة تساوي الباي، سأخذها 3.14، لأن نصف القطر هنا ليس مضاعفات 7. إذن 1.3 1.3، إذن هنا الضرب عملية تجميعية. ماذا يعني تجميعية؟ يعني أستطيع أن أضرب أي اثنان وجواب وناتجهما أضربه بالثالث. هنا سأضرب 1.3 مع 1.3 وأضع والناتج سأضربه ب 3.14، إذن سأكتب 3.14، 13 ضرب 13 169، نضع الفاصلة بعد رقمين، إذن 1.69. أضرب 314 ب169 وأضع الفاصلة بعد 4 منازل، يكون الناتج 5.3066 والواحدة الكيلومتر المربع. المثال السادس في هذه الفقرة، إذن احسب مساحة الدائرة المجاورة. إذن لدينا هنا هذا القطر، كيف عرفنا أنه قطر؟ لأنه يمر من المركز، وهذا الوتر وهذا الوتر. إذن هذا الشكل الذي داخل الدائرة مثلث، طول هذا 1.1 وطول هذا الضلع 1. المطلوب احسب مساحة الدائرة. من هو القطر؟ القطر هذا. لماذا لم يكن هذا الضلع؟ لأن هذا الضلع يمر من المركز، ويجب أن يمر القطر من المركز. إذن طول القطر 1.1 سنتيمترا. لا نحتاج القطر في المساحة، نحتاج نصف القطر. إذن سأقسمه على 2. نحسب نصف القطر 1.1 × 2. نتذكر من درس قسمة الأعداد العشرية، سأقسم الصحيح على الصحيح، الصحيح على 2، 1 × 2 0. نضع الفاصلة ثم ننتقل، 11 × 2 5، سيبقى 1، نضع الصفر بجانبه، هنا يوجد صفر طبعا، 10 × 2 5، والنصف القطر 55 جزءا من 100. نعد إلى قانون المساحة، باي ضرب آر ضرب آر، باي ضرب نصف القطر ضرب نصف القطر. الباي كيف سأكتبها؟ هل 3.14 أم 22/7؟ لنرى نصف القطر، هل هو من مضاعفات 7؟ كلا، إذن من الأفضل أن نأخذ 3.14. الآر هو نصف القطر 55 جزءا من 100 ب55 جزءا من 100. سأضرب هذا مع هذا والناتج أضربهما 3.14. إذن 3.14 ضرب 3025 جزءا من 10,000 سيكون الناتج
أضرب 314 في هذا العدد وأضع الفاصلة بعد 6 منازل، سيكون ناتج 94985 جزءا من 100,000، والواحدة السنتيمتر المربع. الفقرة الأخيرة في هذا الدرس هي حساب مساحة دائرة علم محيطها. إذن ما نعطى هنا نصف القطر؟ نعطى المحيط. كيف سأحسب المساحة؟ أنا لا يلزمني المحيط في قانون المساحة، يلزمني نصف القطر، لكن نصف القطر يمكن أن أحصل عليه من قانون المحيط. نتذكر المحيط هو 2 ضرب باي ضرب منقاص، لكن نريد حساب نون قاف. إذا نضع يدنا عليها ونكتب نون قاف تساوي المحيط تقسيم 2 ضرب باي. هنا نكون قد حصلنا على نصف القطر الذي هو R. نعوض هذا في قانون المساحة، إذا باي ضرب نون قاف ضرب نون قاف أو هو ذاته R نصف القطر. نأخذ مثال. إذا شريحة برتقال عرضية دائرية محيطها 25.12 سنتيمترا، احسب مساحة هذه الشريحة. إذا نريد المساحة هذه التي بداخل هذا الإطار أو الغطاء. إذا محيط الغطاء 25.12 سنتيمترا، نريد المساحة. نكتب قانون المساحة، لكن يلزمنا حساب نصف القطر. أولا نصف القطر من أين سأحصل عليه؟ من المحيط. قانون المحيط يعطينا نصف القطر. نغطي كلمة نصف القطر، ماذا سيكون لدينا؟ المحيط الذي هو هذا العدد 25.12، سأقسمه على 2 ضرب باي. الباي أخذناها 3.14 يساوي 25.12 على، إذا ضربنا هذا 2 ضرب 4 8، 2 ضرب 1 2، 2 ضرب 3 6 6.28. نقسم الأعداد 25.12 على 6.28 كما أخذنا في الأعداد العشرية. هنا سنخرج الفاصلة، نضرب بمئة ونضرب بمئة ستخرج الفاصلة. كأنني أقسم 2512 على 628 سينتج 4 سنتيمترا. إذا نصف قطر هذه الشريحة 4 سنتيمترا. نحسب المساحة الآن. قانون المساحة باي ضرب آر ضرب آر. هنا الآر أو نصف القطر هو 4. إذا والباي ماذا سأكتبه؟ 3.14 ضرب 16. أضرب 314 ب16 وأضع الفاصلة بعد منزلتين وتكون المساحة 50.24، ولا ننسى الواحدة السنتيمتر المربع. المثال الثاني والأخير في هذا الدرس، دائرة محيطها 6.28، احسب نصف قطرها. إذن نوجد نصف القطر. إذن هذا المثال يقول دائرة محيطها 6.28، احسب مساحتها. إذن يطلب حساب المساحة لكنه لم يعطينا نصف القطر. إذن يجب أن نحسب نصف القطر من أين؟ من قانون المحيط. إذن النصف القطر يساوي المحيط الذي هو 6.28، سأقسمه على 2 ضرب باي. 2 ضرب 3.14، 6.28 هنا 2 ضرب 4 8، 2 ضرب 1 2، 2 ضرب 3 6 و6.28. أي عدد مقسما على نفسه يكون الناتج 1 سنتيمترا. إذا نصف القطر 1. الآن نكتب قانون المساحة. المساحة تساوي باي ضرب نصف القطر ضرب نصف القطر. باي 3.14 ويكون الناتج 3.14 والواحدة المتر المربع. الآن أسئلة الوظيفة، هذا السؤال الأول، السؤال الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، والسؤال السادس والأخير. دمتم بخير، رمضان مبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.